قلب بشدة بايع ولينا، أنا قلبي بشدة بايع ولينا، لحيدر قاسم الجنة ولينا ولينا، علي يشفع إلى المذنب ولينا، ومن الكوثر يشربنا سويا، من الكوثر يشربنا سويا. صلوات اللهم صل على محمد. لأن من طينتك احنا وصلبك، لأن من طينتك احنا وصلبك، رصيد بجنتك نصبح وصل باك وخاسر يا علي هالماء، وصل باك يموت بحسرته وقت المنية، يموت بحسرته وقت المنية. صلوات الله صلى الله محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. أتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، عجل الله سيدي فرجه، وإلى العلماء العظام والسادة الكرام بمناسبة مولد سيدي ومولاي علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى أهل بيته السلام. وبهذه المناسبة ألقي على مسامعكم الكريمة هذه القصيدة المتواضعة: صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. يمكن يغطون الشمس، يمكن يغطون الشمس واليوم وباكر والأمس، التاريخ كله ينحرف ما ينعرف، بأي الظرف يريدون ذكرك ينطمس، واسمك يا حيدر من طبع بأرواحنا ما ينشلع، إين اتبع منك قبس، إين اتبع منك قبس، نهجك ترى فينا ضوى، وانت الهوى وانت الدواء، تداوى باسمك كم نفس، حب الوصي حيدر علي يلمي ابتلي لتعوف شخصه والتمس، حب حيدر لا تهجر من كوثر يسقيك أبد لا تبتئس، بيوم القيامة والحشر، بيوم القيامة والحشر، حب الموالي ينتصر وما في عذر، اللي يبغضه ينتحس وما في عذر، اللي يبغضه ينتحس، وصراط ربي نعبره باسم الوصي وخير الورى، والزهرة عدنا حاضرة والنار لينا ما تمس، نار الله ويا جنته في بغضه ويا محبته، يا شيعته طوبى يمن حبه لمس. قال النبي في محضره، ولازم كلام نذكره، لأن ذخر بالآخرة وعظم درس، ونتبعها لأنها واضحة وهي مربحة وهي ناجحة، راية علي ما تنتكس، من هو ما يعرف جوهره والمعجزات المبهرة، فارس حنينة وخيبرة، ولا يلتبس من قال حيدر مو فخر، ومن رب ما فاز وظفر،
وحيدر ترى بالمقدرة لا جان مثله ولا انس ومن غيره بالبيت انولد وبمولد خر وسجد والجدار من اجل ارتعد لكن همس حيدر امامي في الوجود ونوره يجود ما له حدود ومنه انبجس نبع المعاني والعطاء وصدق الوفاء وهو الشفاء بهن غرس في طين التهل فاضلة بذراتنا متأصلة والمسألة احنا بصفات نقتبس احنا بصفات نقتبس يمن هل فلك سير لك ولك دار يمن هل فلك سير لك ولك دار في قلبي لك سكن عاشق ولك دار وجور وألم أتحدى ولك دار عشانك لو تلاقين المنية عشانك لو تلاقين المنية صلوا على محمد وعلى